قيم الإيمان بالنبل المينا، القدرة على المساهمة في الدفاع عن حرية التعبير يعني بكل وسائل ممكنة. المرحلة اللي تتكلم تعالينا سؤال، وهذا هو اللي مهم من بالنسبة لي، هو أننا من كنجيبوا هذا التاريخ هذا كنستخلصوا منه العبر الهوالة فيما يتعلق بإنتاج الخبر، فيما يتعلق بترويجه كذلك والمسؤولية عليه. يمكن نتذكروا على حرية التعبير في مجالات يعني كيفاش شكون مقيدة ربطها ودير لها القواعد ديالها والأبواب ديالها وتسد النوافذ، كتلقى راسك بتماس مع حرية التعبير. ملموسة بمعنى أنه ملي كيولي هذه حرية التعبير مؤذية، ما كنسميوهاش حرية التعبير. التحول والتطور والمجهودات كلها اللي تعملت من طرف زملاء صحفيين مؤمنون، لأن من يناضل داخل هذه النقابات وهم أشخاص هم زملاء وزميلات صحفيات وصحفيون مؤمنون بمبادئ الديمقراطية. لذا هناك علاقات متوترة بين القطاعات سواء منها الثقافية أو الفنية أو حتى المهنية في المغرب. بالنسبه لي السينمائي الذي لا يمتلك قناعه بحال الصحفي، انا ما عمري اعتبرت الصحافه هي مهنه. الصحافه في الاساس ديالها والكلام بها هي قناعه، كذلك الممارسه الفنيه هي قناعه. هذه الصحافه كانت تنتمي الى الصحافه ما يسمى بالصحافه الحره او الصحافه المستقله. هنا ندخل في ثنائيه الصحافة المستقلة والصحافة المنتمية الحزبية إلى آخره، ولقد تطرق الزميل يعني في مداخلته إلى مسائل هامة علينا أن نعي بعدها يعني النضالي، بعدها النضالي. كاين الحوايج في على المراي تاري بالمراي عم بتخبى العمر، كاين الحوايج في على المراي تاري بالمراي عم بتخبى العمر، جاي 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 لعنا العمر نهدي يا حوايج نهدي بكره جاي، جاي 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 لعنا العمر. قد استمدادك يا بنت الهم، قد استمدادك شارباه الورقة دم، شارباه الورقة دم في ليلة حضرة الكلام. هزيت القوافي على كتافي وهزيت القوافي على كتافي وحطيتهم وقيد العوافي، كبيت المعنى غاز وشعلت القصيدة. عمر اذا كان ممثل سينمائي وكتعمل واحد العدد ديال المشاركات في التلفزه المغربيه الى جانب العمل الصحفي الاعلامي، فهو ممثل سينمائي شفناه شاهدناه واحد العدد ديال الادوار. نعطيك واحد الكلمه صغيره ويتفضل الاخ الى جانبي سي عبد الكبير الخشيشه رئيس مجلس الفيدرالي للنقابه الصحفيه المغربيه باش يسلم الدرع والشهاده التقديميه. اولا شكرا للاخوان في النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، دائما حاضرين على المواكبه والتشاور. شكرا لفرع مدينه القنيطره للنقابه، شكرا للاخوان الكاملين كان عند الاجماع المرجعي وقبل منهم، شكرا للاستاذ جواد الفني على المجهودات الجباره اللي قدمها لهذا الفرع ديالنا في القنيطره والاشعاع الاعفاء والمتولي. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأكيد كما ذكرتي في البيت الأول ديالي كان هو الاتحاد الاشتراكي، جريدة الاتحاد الاشتراكي، وهنا كنبغي نترحم على الناس اللي أطرونا أزرونا ساندونا وجهونا، المرحوم الأستاذ أحمد صبري، أحمد الصبار، عبد الرزاق، عبد الرزاق المصباح، باقي الله يطول بعمره، عبد القادر الفلافي. كنبغي كذلك نشكر الثقه اللي وضعها فيها الاستاذ كمال الحلوسي عن ابو سالم تاعت ام اف ام للاتحاد الاشتراكي من 1980، اكيد تحقق 13 سنه الان باذاعه ام اف ام. كذلك ما ننساش انني نشكر الاستاذ محمد الفلالي القصري
من خلال عطاني مساحه كبيره وواسعه داخل الاخبار الفجر المغربيه في تكوين وتقدير الزملاء وتوجيههم هذا الشباب الذي معنا. تحيه جميله وشكرا مره اخرى، وشكرا لعائلتي اللي استحملتني هذا التوالى المده، ومعايا الابن ديالي اللي 13 عام باش يتعلق منا انني بشير الدكتور محمد بشير الى جانبي، وايضا الاخوان بعض الزملاء بابا عمر اشباك. معنا الزملاء اعضاء المكتب ديال الفرع ديال الكونترا. دائما في التكريمات كنشوفوا هاد اللاعبين كيعطيو الابناء الامهات والاباء ديالهم. انا على قلب الايه غنعطيه للولد ديالي. اوه برافو. شكرا السي عمر. ماشي انا اللي شفتك الاول. Yeah.